حسن، واحد من الحاجات اللي كانت خلال الاسبوع اللي فات مثيره يعني للانتباه عدم مشاركه رمضان صبحي مع المدير الفني الجديد الكرواتي كونوسلاف يوروتشيتش. وبالرغم من ده رمضان صبحي على راس خيمه بيراميدز المغادره الى لقاء مازيمبي يوم السبت الجاي ان شاء الله. هل بتشوف ان عدم مشاركه رمضان صبحي في اللقاءات اللي فاتت اذانا بخروج رمضان صبحي من بيراميدز؟ وفي حاله ان ده كان فعلا راي حضرتك وان ده اذانا بخروج رمضان صبحي من بيراميدز، بتشوف السؤال التقليدي في هذا التوقيت الافضل لرمضان انه يخرج خارج مصر يلعب في الاهلي يلعب في الزمالك؟ لا، يلعب في الاهلي. انا ما اعرفش الاهلي هيوافق ولا لا، يعني ده قرار لو النادي، بنفترض اداره النادي الاهلي. ان الاثنين متاحين، في وجهه نظر حضرتك الافضل لا، ايه؟ هو كمان عايز ايه؟ هو جواه داخليا عايز ايه؟ دي حاجه مهمه جدا. انما ايوه، الغريب ان انا طول عمري بشوف ان رمضان لعيب موهوب جدا، طبعا. انما ان هو يبقى بره التشكيل الاساسي مع بيراميدز في مراحل كثيره، مع باتشيكو ثم مع المدرب الجديد، دي علامه استفهام بالنسبه لي. وانا عارف ان رمضان عنده مشكله فنيه يعني في الملعب. كان فايلر صلحها شويه، بس صلحها بانه يساعد رمضان من خلال علي معلول واجاييه لما كان بيشغل الثلاثه في الجناح، حته في الجناح الفعاليه الشمال. التهديفيه، الفعاليه التهديفيه وفي الجناح. لكن رمضان عنده مشكله انه قراره الاول دايما الترقيص، وقراره الثاني انه بعد ما يعمل الترقيصه الحركه الاولى بيحاول يعمل الحركه الثانيه برضه دايما. فده على فكره انا اعتقد ان دي من اسباب انه مشي بانجلترا يعني. فده بيعطل الهجمه بتاعت الفريق، اي فريق سواء بيراميدز او كان الاهلي او فكرة كان استاذ حسن. السنه دي كارقام تهديفيه هي الاعلى لرمضان صبحي حتى من ما كان مع الاهلي. كل ما فعله رمضان صبحي لا يتناسب مع موهبته ومهاراته اللي انا بشوفها ان هو لعيب عنده مهارات عاليه، بس لازم يحسن من قراره الاولي اللي هو مش لازم كل مره تبقى بتعمل الترقيصه بعدين تروح داخل تاني على بره، راجع تاني على بره، بعدين عايز كمان تروح داخل تاني على جوه الملعب. بقت محفوظه فالكره بتتقطع منك، تمسكهاش كتير. فلما بيلعب وان تاتش ولما كان بيه حد بيسانده، ده كان انا بشوف انه مع فايلر وصل للتوب فورم بتاعته. صحيح.